السلام عليكم، مرحبا يا جماعة، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم رح نكمل مع الفيديو، نركب البطانة على القطعة. رح نشوف مع بعض شلون. هاي عنا البطانة هون جاهزة. أول شي منجيب البطانة منحطها من الدوار من تحت هيك، ومنجيب كمان القطعة كمان منحطها هيك من الدوار من تحت، نحطهم هيك راس براس، نبرز على السنطي. في عنا هون سدة الخاصرة، وعنا هون كمان سدة الخاصرة. البطانة على طول بتجي فيها شوي تريح عشان ما تشد وتزمزم. كمان حطينا هاي سدة الخاصرة الثانية على السدة. كمان جينا هون حطينا الراس براس، شايفين التريح شلون؟ هذا هو تريح خفيف يعني. بعدين نحن هون مو ركبنا السحاب من عند اول درزة، بنتني القماش مع نهاية السحاب. ونمسكن هيك من فوق راس براس. كمان بكون معنا هون شوية تريح منوزعها منصصها يعني. منكمل هيك. كمان اخر سنطي نفتل، نشتغل الياقة او الكابيشونة حسب الموديل. ونمسكها هيك من هون راس براس، نحطهم على بعضهم. كمان نفس الشيء الطرف الثاني، بنتني القماش لعند حرف السحاب، وبنمسكها هيك ونريح التريح شوي شوي. والجليتي هون اجباري نحن بدنا نثبت الياقتين على بعض عشان ما على اللبس تفتح هيك الياقة كلها، القطعة كلها تفتح. عنا هون النص وعنا هون النص، بنحطهم على بعضهم هيك ومنثبتهم من الكتف للكتف. بعدين هلا بدنا نشل الكمام، بنحط هيك القطعة البطانة لفوق، بصير عنا سدة الخاصرة الكم من هون. بنمسكها بهي الطريقة هيك، بنفتح الكم ومنعملها هيك، بنحطها على الكباس. وبنجيب كمان كم البطانة كمان دي يكون حصرا على نفس الاتجاه، يعني ما بصير السدة تكون لهون ونحن نعملها هيك، بعدين بفتل الكم يعني نجي نلبسها الايد ما بتدخل قبل الكم. كمان بدها تكون بنفس الاتجاه، كمان بنفتح كم البطانة وبنحطه هيك على بعضه، الوتش على الوتش يعني، وبندوره. الطرف الثاني يكون السد كمان اللي عنا، كمان بنفتح هيك الكم، ونفس الشيء كمان بنجيب كم البطانة كمان نفس الطريقة، بنحطهم هيك على بعض السدات الوتش على الوتش. هيك بكون خلص معنا تركيب البطانة. هلا نحن بدنا نقلب القطعة. كون نحن عارفين بالبطانة فتحة من الكم، نسدة الكم كون نحن عارفين فتحة عشان نقلبها. نحط ايدنا بقلبها هيك للبوز الأخير، نطالع. هيك كنت قلبت القطعة، بنطالع البواز،
هذا البوست بوزناه من الاول على التقليب. ونقلب الكمام الكم اللي فيه فتحه بنعيفه على القفا منشان نسكر هي الفتحه اللي عفناها نحن عشان نقلب فيها القطعه. بنتنيهم هيك لجوا على بعضهم هيك عشان تصير نظيفه، وبندرزها درزه على الرفيق. نقلبه على الوجه ونجيب الكم الثاني كمان ونقلبه هيك على الوجه ونظبطه. هلا الجيلاتي منه بيجي الكم له درزه عريضه، منه بيجي الكم بس تقطيب، يعني بنقطب تقطيبه هون فوق السده وتقطيبه فوق درزه الوجه هي. يعني نحن بنعمل هيك هون بكون في عنا درزه هيدا تكون جوا، منتنيها هيك ومنساوي تقطيبه فوق صغيره، والطرف الثاني كمان نفس الشيء فوق السده تبعيت الخاصره بحيث انه ما يبين هون درزه ولا هون يبين درزه. شايفين فوق الدرزه هي. بنساوي الكم الثاني كمان نفس الشيء، هو يكون على القفا اسهل من انه نقلبه نحن على الوجه. بس نحن عشان نشوف الدرزات شلون، شايفين هيك ما بقى يطلع الكم. هلا بدنا ندرزها نحن درزة تبعية السحاب، لازم نحن نركب كباس شمع يكون احسن واسهل. نشد هي هيك عشان ما يعطي معنا كسرات. كمان الطرف الثاني نفس الشيء. نجي هلا على الدوار عشان ما يتم هيك الدوار طالع، كمان نفس الشيء بنساوي له تقطيبات. بنحط هي الدرزة أول وحدة لجوا ومنساوي تقطيبة عند الخاصرة وتقطيبة بنص الظهر فوق الدرزة هاي، وكمان تقطيبة تانية عند السدة التانية. وهيك بكون خلصت الجيلاتة وصارت جاهزة. شايفين شلون؟ والله يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.